السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي. الزلم قلم في اللون، مش الخير في اللون، مش الخير عليكم. إن شاء الله إخواني أخواتي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا اللايف الجديد، اليوم 8 ماي 2023، في ذكرى 8 ماي 1945، ذكرى أليمة علينا كجزائريين وجزائريات بالنسبة للتاريخ النضالي والثوري للشعب الجزائري في إطار الحركة الوطنية الجزائرية، وين ماتوا أكثر من 75,000، كاين مؤرخين يقولوا حتى 70,000 جزائري في بداية 8 ماي 1945، طيلة 20 يوم من القتل العمدي والمبرمج من طرف السلطات الاستعمارية والكولون الفرنسي المتواجد على أراضي الجزائرية ضد المدنيين الجزائريين العزل في كل من مدينة سطيف، قالما، وخراطة، ومدشر، وقرى أخرى من الشرق الجزائري والوسط، رحم الله الشهداء. وكذلك هناك كذلك من قتل في العاصمة، لأنه حتى سكان العاصمة وحتى سكان وهران خرجوا في 8 ماي 1945. يعني هذا الكلام قليل الناس اللي تكلموا، لكن المؤرخين تكلموا عليه، من بينهم حربي، من بينهم بنجامين ستورا، من بينهم يعني كل الناس اللي كتبوا على تاريخ الحركة الوطنية. إذا رحم الله الشهداء، فهذه الذكرى اليوم ترحموا عليهم، والجزائر عزيزة علينا، ويعني باش نعرفوا باللي هذا الاستقلال اللي رانا نعموا به اليوم ما جاش هكذاك برك، ما جاش بسهولة، ما جاش بدون تضحية. رجال ونساء وأطفال حتى حيوانات قتلوا ضحوا من أجل ذلك الوطن. ربي يرحم الشهداء، وربي يستر بلادنا ويحفظ بلادنا، وإن شاء الله بإذن الله نكونوا بمستوى أو في مستوى التضحيات التي ضحى بها أباؤنا وأجدادنا من أجل خروج الاستعمار ومن أجل الجزائر أن تكون الجزائر الجزائرية. حتى وإن يعني كان بعض الناس أو كان بعض الملاحظات على ما نعيشه اليوم في الاستقلال، ولكن ما نقدروش، مستحيل أن نقارنوا ما نعيشه اليوم في الجزائر الاستقلال بمشاكل، مشاكل سياسية، مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، نقدر نقارنها بالاستعمار أو الفترة الاستعمارية الأليمة التي أتت على الأرض، على اليابس الأخضر واليابس، أتت على الحيوان، على الإنسان، والتي أتت كذلك لتدمير الشخصية الجزائرية والإنسان الجزائري والأمة الجزائرية. الحمد لله كانت هناك حركة وطنية، وقبل الحركة الوطنية كان هناك يعني ثورات متفرقة هنا وهناك، كان هناك يعني مقاومة من طرف الشعب الجزائري من الأوراس إلى تلمسان، ومن العاصمة إلى الشيخ آمود رحمه الله في أقصى جنوب الجزائر. الشعب الجزائري بكل مكوناته لم يقبل الاستعمار ولم يرضخ الاستعمار الفرنسي، ولا لكل محاولات الاستعمار الأخرى التي سبقت الاستعمار الفرنسي، مثل المحاولة الإسبانية مثلا أو الفندالية. الحمد لله هذا الشعب عبر التاريخ قاوم كل محاولات الاحتلال واستغلال واستغلال المواطن أو استغلال الإنسان والأرض. واليوم تاريخ هذا عزيز علينا، ربي يرحم الشهداء. وكذلك حبيت نترحم على كذلك الوالدة تاع سيد سالم بن خدة، اللي هي زوجة بن يوسف، الرئيس بن يوسف بن خدة رحمه الله، واللي هي مجاهدة. علاش حبيت نذكرها؟ لأنها إنسانة مجاهدة، ربي، امرأة مجاهدة في العاصمة، وسجنت وعذبت من طرف الاستعمار من أجل نشاطها أو نضالها السياسي من أجل استقلال الجزائري، استقلال الجزائر عفوا. أخوها كذلك توفى على ما أظن في 8 ماي 1945 في العاصمة كذلك، ربي يرحمها. توفت هذا الأسبوع زوجة السيدة حفاف، السيدة بن خدة حفاف، ربي يرحمها ويدخلها الجنة ويجعل من قبلها روضة من رياض الجنة، وإن شاء الله تكون قدوة لكل النساء الجزائريات من أجل يعني مواصلة الكفاح والنضال من أجل استقلال الجزائر، من أجل أن تكون الجزائر حرة
وتكون الجزائر يعني بعيدة عن الحسابات الخارجية. ربي يرحمها وربي يرحم زوجها السي الرئيس بن يوسف بن خدة، أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الجبيرة. كذلك هذا الأسبوع توفت أم السجين محفوظ بدروني من ولاية شلف، وراه مسجون الآن في الشرق الجزائري في بوسعادة على ما أظن. ربي يطلق سراحه وربي يرحم أمه، توفات وهو مسجون، ربي يرحمها ربي أجرها وربي يجعلها من أهل الجنة وربي يسرع بخروجه من السجن هو وكل السجناء السياسيين على رأسهم مصطفى قيرة، طاهر بوتاش، ياسر رويبح، منير كلاش وآخرين اللي بالك ما ذكرتهمش. ربي يطلق سراحهم كلهم إن شاء الله، وربي إن شاء الله يعجل بخروجهم من السجن، وربي يهدي عفوا ربي يهدي هاد الحكام هادو اللي راهم يكملوا يعني يمارسوا في هذا السجن السياسي الظالم والذي لا أساس له من العدل أو من الناحية القانونية. أول موضوع سياسي حبيت نتكلم فيه هو بروز بعض الكلام منذ أسابيع حول مقترح المترشح التوافقي، مترشح توافقي للمعارضة في الانتخابات الرئاسية القادمة في ديسمبر 2024، وين راح تنتهي العهدة تاع عبد المجيد تبون، وممكن أو من الأقرب أنه راح يكون مترشح لعهدة ثانية. خرج اقتراح منذ أشهر حول قضية أنه تكون المعارضة شوف يعني الناس مراد يقول لك بعد العكس قل الحمد لله، وانت دخلت لي في قلبي اسكي قلت الحمد لله ما قلتش الحمد لله، لا لا الله محمد رسول الله، يعني بهذا النوع من الناس يعني حبينا نبنيو دولة مستحيل. المهم خرج مقترح حول مترشح توافقي للرئاسيات القادمة. شخصيا في هذاك الأسبوع عطيت رأيي وقلت أنه هذا المقترح أنا لا أراه يعني جدي ولا أراه موضوعي في الظروف السياسية والأمنية الحالية، خاصة أنه مازال هناك سجناء سياسيين وهناك متابعات قضائية وأمنية لبعض النشطاء والصحفيين. قلت أنه هذه الفكرة كانت تقدر تكون فكرة موضوعية في إطار الانتخابات تاع لو 12/2019، وين كان عندنا يعني الحراك في أوجهه وكانت الملايين مازالها في الشارع. كانت المعارضة الجزائرية لو كانت عندها نوع من الحنكة السياسية كانت قادرة تقدم مترشح في إطار الانتخابات اللي نظمها النظام الجزائري وتقيم الحجة على النظام، خاصة وأنه أعين الصحافة الدولية كانت على الحراك وكانت في الموبيليزاسيون، كان يعني نوع من التأطير السياسي وكان نوع من الحركية السياسية داخل المجتمع الجزائري تسمح للمعارضة أن يكون عندها مترشح توافقي وتدخل به الانتخابات و تحرج به النظام وتقيم الحجة السياسيين على النظام. لكن للأسف لم نقم بهذا، ونحن نتحمل هذه المسؤولية كلنا، وبداية نبدأ بنفسي أنا. لكن في الإطار تاع 2024 قلت أنا أظن أن هذه الفكرة غير موضوعية في الظروف الحالية، وفي الأخير قلت أنه الناس أو الإخوة اللي اقترحوا هذا الاقتراح هم راه في الجزائر ويعرفوا ظروفهم السياسية والأمنية أحسن مني أنا اللي راني في خارج الجزائر، رأيي غير ملزم لهم ورأيي غير معاتب لهم، هذا رأيي شخصي يلزمني غير أنا، ولكن هم أحرار إذا شافوا أن ظروفهم السياسية كما قال صاحب الفكرة، وحنا نرجع ليه صاحب الفكرة هو قاضي إحسان الصحفي قاضي إحسان اللي راه اليوم مسجون، هو اللي قال في راديو عام je vois qu'on peut avoir, on peut trouver un candidat de consensus de l'opposition algérienne lors des prochaines élections présidentielles en décembre 2024. Où had l'اقتراح شاطروا فيه tout de suite كان قدامه
مناضل او طبيب كما يسابل اسلام بن عطيه. لكن بعد ايام شفنا الناس ناضت تسب في اسلام بن عطيه مثلا، بينهم لايف مان، لانه اسلام بن عطيه محسوب كما قلت على التيار العروبي والوطني، سهل انك تسبو وتعايرو وانت راك في باريس، وانت عمرك ما ناضلت في الجزائر، وعمرك ما كانت عندك لحظه او دقيقه نضال فوق التراب الوطني. لكن قاضي احسن واحد ما تعرض عليه، يعني واحد كيما لايف مان مثلا، فرفاره من الفرفارات السياسيه المتواجده في الخارج، ما يقدروش يتعرضوا للقاضي احسان، لانهم كذلك محسوبين شويه على التيار الليبرالي العلماني البربري، وكاين اللي بروبرو بزاف في باريس، دونك ما يقدرش يتكلم على قاضي احسان، يخاف يعاتبوه في المسيرات. دونك يعني بور فو دير ان تي بو لو نيفو تاع سارتان فيغور بوليتيك اللي بانوا بعد الحراك خاصه في خارج البلاد. لكن الامر الذي يعني غاضني بزاف وسفني بزاف هو ما لاحظته او ما شاهدته في حصه تلفزيونيه كانال 22 في قناه كانال 22 اللي ديرها عبد الغني مهدي، وين عبد الغني مهدي في حصه يطرح سؤال على وجه من وجوه المعارضة السياسية المقيمة في الخارج، ويقول له ما هو رأيكم في اقتراح أو مقترح المترشح التوافقي في الانتخابات الرئاسية القادمة في ديسمبر 2024. والرد تاع هذا السياسي أو الإنسان كان يعني بمثابة صدمة لي أنا شخصيا، لأني أعرفه ورافقته واني كنت نحترم يعني مستواه السياسي والعلمي احترام كبير ونحترمه جدا، ولكن لا ريبونس كي لا دوني الجواب اللي مدوا في هذا الجواب خلاني نتسائل ونقول ما هو الفرق ما بين كلام هذا الانسان او الوجه السياسي او خلينا نقولوا اطار سياسي، ما هو الفرق ما بين جواب او كلام هذا الاطار السياسي وكلام مازنا مثلا؟ سي كوا لا ديفيرونس، سي كوا لا ديفيرونس اونتر فو والمازدا، واش هو الفرق؟ ما كانش يعني عوض ان يقول مثلا الظروف السياسيه والامنيه والاعتقالات والتعتيم وا 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 لا تسمح لنا ان نفكر في مثل هذا تفكير، او لا تسمح لنا ان نفكر في مثل هذا مقترح، يعني جوابه قال وراه الحصه مازالها في اليوتيوب، أصحاب هذا المقترح لهم مصالح مع العصابة. ديريكت سبان. ديريكت بيرسونيل وسبان، يعني مباشرة يروح للشخصي، يعني يروح للشخص، ما يناقش لا يناقش الفكرة، يناقش صاحب الفكرة أو يطعن، مش يناقشه، يطعن في صاحب أو في شرف أو في نزاهة صاحب الفكرة أو المقترح ويسب. الناس اصحاب هذه الفكره تاع المترشح التوافقي لهم مصالح مباشره مع العصابه الحاكمه، او كارثه. يعني كيفاش انسان كنت انا شخصيا اعتبره قامه علميه وقامه سياسيه يصرح بمثل هذا الكلام؟ كيفاش علما يا اخي الكريم صاحب هذا الكلام، وعلما اخواني واخواتي راكم تتبعوا في هذا اللايف، انه قاضي احسان صاحب المقترح اللي اتهموا هذا الاطار وهذا الدكتور بانه له مصالح مباشره مع العصابه، اول مشاكل سياسيه قضائيه صرات القاضي احسان، وانا هنا مانيش باش نزكي قاضي احسان، لاني تعلمت وحلفت ما نزيد نزكي حتى انسان، لانه كل انسان خطا، وعلى راس الناس الخطائين هو انا العبد الضعيف، ولكن ما نزيد نزكي حتى واحد، ولكن الحق في موضوع الحق لازم يقال. يعني كلمه الحق في موضوع الحق لازم تقال، لكن في موضوع الباطل لازم نقولوا باطل. قاضي احسان، وانا مانيش نبه نزكيه، ربي يطلق سراحه وان شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج على العائله تاعو ويفرج على كل معتقلين سياسيين وصحفيين.
قاضي إحسان أول مشاكل أمنية وقضائية صارت له مع النظام في الجزائر عندما كتب هذاك المقال وين قال pourquoi il faut préserver ou la protéger le mouvement Rachid au sein du Hirak. هذا المقال لماذا يجب المحافظة أو حماية حركة رشيد داخل الحراك؟ بداو المشاكل، بداو لي كونفوكاسيون، بداو المتابعات القضائية. داير نقولها لهذا الإطار هذا تاع حركة رشيد اللي صرح هذا الكلام، هذا الدكتور سي فيزيسيان دو رونومي، نقول له بالك ما على بالوش، نقولوا ليه وصحابه اللي راهم معاه، بالك ما على بالكمش، ولو كان عندكم تواصل مع الحقوقيين تاع الصح تكونوا على بالكم، ولكن للأسف أنتم اخترتوا للأسف مسار المازدا ومسار شارلي ومسار المرشد على أنكم تختاروا مسار النشطاء السياسيين والمناضلين السياسيين والحقوقيين والمحامين اللي خونتوهم أنتم وخونوهم لرولي ميدياتيك تاعكم. نعطيك معلومة يا أخي الكريم بكل احترام، القاضي إحسان اليوم راه في السجن، راه محكوم عليه بست شهور سجن نافذة على جال هذاك المقال اللي دافع فيه عليكم وعلينا، لان ذاك الوقت كنت معاكم، اللي قال بوركوا يفو بروتيجي لا بلاس دو موفمون رشيد او سان دو حراك، دا فيها 6 شهور حبس نافذه، وراه اليوم القضيه في المحكمه العليا وراه في الحبس. انت راك في سويسرا، انا راني في باريس. دونك فهموني يا عباد الله، سي كوا سيت مانيير دو فيغ دو لا بوليتيك. وشنو الفرق ما بين هذا الكلام وكلام المازدا اللي يسب الناس ويعاير الناس، وكلام شارلي اللي بعد مثلا اللي راه اليوم رئيس المكتب تاعكم هنا في فرنسا او في باريس، اللي بعد مقترح مترشح توافقي قالت مترشح شميت وتدو حشاكم حشاكم وحشا قدركم اسمحوا لي على المصطلح، قالت تدو حشاكم واحد الكلمه ما نقدرش نقولها لانه عندي صحابي والعائله يشوفوا فيها مرا زعما. وشنو هذا المستوى؟ علاش اللي يختلف معاكم سياسيا تحاولوا تخونوه توت سويد؟ يعني سيد راه في الحبس دي 6 شهور حبس على جالك تقول عليه عنده مصالح مباشره مع العصابه، لانه عنده مقترح سياسي قال لك دخلنا في لير دو لا غلاسياسيون بوليتيك ابري الحراك، وعنده الحق التجمد السياسي بور سورتير دو سيت غلاسياسيون بوليتيك، للخروج من هذه من حاله التجمد السياسي. هو شاب اللي يقدروا نديروا مترشح توافق المعارضة أو للحراك في 2024 باش نخرجوا من هذه حالة الجمود السياسي. ما قالكش راح نربحوا الانتخابات، ما قالكش راح ندوا السلطة، ما قالكش بلي النظام راح يقبلنا المترشح، ما قالكش بلي النظام ما راهش رايح يزور الانتخابات. قالك ديروا مترشح، أنت ناقشوا قولوا نو ما نقدروش لسبب ألف لسبب با لسبب جيم إتيتيرا. او حنا مثلا هذا المسار هذا تاع المترشح في انتخابات ما نمشيوش فيه، اخرين اذا شافوا بلي مسار يقدر يكون ايجابي للعمل السياسي في الجزائر فليكن ذلك. اون بو دير سا، اون بو ديباتخ ليدي سون فيرسي دون لاكوزاسيون دو لا بيرسون. نقدروا نناقشوا الفكره بلا ما نسبوا ولا نتهموا صاحب الفكره بالخيانه او بالعماله، يعني علاش؟ والسيد دافع عليكم ودافع علينا، يعني انا مانيش نتنصل من مسؤولياتي التاريخيه والسياسيه والنضاليه، دافع علينا نهار كانوا الناس ما يحبوش يهضروا معانا بور لي بيتيز تاع المرشد ولي رولي ميدياتيك تاع في الفيسبوك. ناس نهار ناس بداو يفيقوا بلي صفحات التخوين والتخوين اللي كان يقوم به المازدا كان المرشد في تنسيق مباشر معاه، ونهار فقت انا ناس بزاف ولاو ما يهضروش معاكم ويخافوا يتكلموا معاكم. قاضي إحسان كتب مقال وان فرونسي يقرا في الصحافة الدولية وقراوه لي شونسيلري، قال بوركوا يفو بريزيرفي ولا بروتيجي نسيت المصطلح لا بلاس دو موفمون ولا دو راشيل او سان دو حراك. اليوم تجي تقول له بلك عنده مصالح مباشرة مع العصابة، عيب عيب. يعني كنت نحترمك كإنسان، مازالني نحترمك، ولكن كسياسي نقص في عيني هاك بزاف. شغل يعني أنا جو مدوموند سي كوا لا ديفيرونس ما بين هاد الكلام وكلام المرشد اللي خون فيه الناس واللي كفر فيه الناس وكلام المازدا.
وكلام شارلي اللي قالت لهم الشمايد على قاضي احسان وتدو حاشاكم واحد المصطلح ما نقدرش نقوله يعني انا راجل ما نقدرش نقوله هي زعما اونتر بارونتيز زعما مرا سي كوا حاشاكم سوت عريين بوليتيك كي فو بوس ا توت سويت اتاكي لي جون دون لور اونور دون لور انتيغريتي مورال اي بوليتيك باسكو ليدي تاعهم ما عجبتكمش علاه علاه ما تعلموش تناقشوا الفكره علاه ما تعلموش تطرحوا فكره اخرى او بديله علاه ما تعلموش تحترموا افكار الناس اذا كان هاد الناس عندهم افكار او مقترحات نتوما ما توافقوش عليها ولا ما تعجبكمش علاه علاه كونت فوز ات انفيتي ا ديبات مع عبد الكريم زغيلش فو ريفوزي ترفضوا تهربوا يعني اذا ما تقدروش دير نقاش سياسي متناقض يعني ان ديبا بوليتيك كونتراديكتوار مع عبد الكريم زغيلش راك حد ديروا راك حد تبني دوله مدنيه ولا تبني ديمقراطيه يعني عبد الكريم زغيلش خفتوا منه دونك انا ادعو من هذا المنبر متواضع تعلموا ديروا سياسه عيب الراجل راهو في الحبس يعني خونتو يعني ما بقالكم غير قاضي احسان تزيدوا تخونوه الشيكيرين خونتوها المحامين خونتوهم انسى محامين ضربتو بليرولي تاعكم والمصدر تاعكم ضربتوهم في الشرف تاعهم محامين قلتوا بليك عبله وبليك هادي وهادي وهادي انا شفناكم في التيك توك رانا نتبعو زد اليوم قاضي احسان عنده مصالح مباشره مع العصابات هو راهو في الحبس عنده مصالح مع العصابات وانت اللي راك في جنيف من اجمل واغلى وارقى مدن العالم ما عندكش مصالح مع العصابات انا مش نتهم فيك ابدا انا مش اتهام بصح حبيت نقول لك ولي لعقلك او وليو لعقلكم جماعيا عيب هذا الشيء عيب من باب الرجله وشرعا شرعا اخو تعرفوا زعما ربي شرعا حرام واش راكو دير تتهموا الناس بدون دليل كيما زيتو تكفر الناس بدون دليل خلو شريحة انت كافر هكذا يعني في اطار يعني فكر تكفيري لانه واحد حكى له حكايه في تندوف تشينا وما تشينا قالوا ما قولوا ربي يعطي لكم تشينا او ربي استغفر الله ما عطاكم تشينا نعطيكم تشينا يعني سون بروف بلا ما يفيريفي لا سورس واحد كتبها له في الفيسبوك ولا قالها له في الواتساب جا حكاها للناس وكفر السيد كيما نهار قال على تبون انت لا تصلي يعني باب الرده باسكو كاين المدارس الفقهيه او معظمها في الاسلام تارك الصلاه مرتد ومرتد كافر والمرتد على باك الحكم حكم الرده رانا نعرفوه اذا عملنا به دونك سي كوا سي فاسون دو لا بوليتيك انت تكفيري وتخويني في خطاباتك السياسيه وجي تقول ندير دوله مدنيه اونكور اون فوا جو سوي با ان تران دو ديفوند لو ريجيم نعرفو صافي 60 سنه نعرفو كتر بالك نعرفو كتر من نفسي كتر من روحي ولكن هاد الناس اللي كنت معاهم انا شخصيا واعتقدت في وقت في حياتي انهم يقدروا يكونوا بديل سياسي من المنظومه الحاكمه اليوم راني نشوف يعني دوبي كالكو موا Et depuis que quelques éléments ont quitté le bateau, on a eu les gants, on a eu le masque, on a eu le rabbi direct. On a dit que l'autre est kafir, l'autre est Shikirin Abla, l'autre est Charlie avec le Mazda sur TikTok, il dit que Abdelghani Badi Abla. Et ça, il dit que Qadi Ihsan a des salaires mubashira avec les Isabad. Il est le sahib du Mokhtar. سيد دافع عليه ادعى على جاله الحبس وراه في الحبس عنده مصالح مع العصابه والمصدى ما عندوش مصالح مع العصابه المصدى انا سمناه المصدى ماشي خاين لا اله الا الله محمد رسول الله حبيت نقطه ثانيه شفت الكثير من الاخوه والناس في الفيسبوك تكلموا على ضرارني علاش راح في هذاك الملتقى تاع الصحفيين ينضموا تبون في اطار اليوم العالمي لحريه الصحافه
نعاود نقول اذا راني نتكلم على ضرارني انا مانيش هنا باش نزكي ضرارني، لانه ما نعرفوش مليح وما نعرفش حياته الشخصيه، ما نعرفش اتجاهاته العمليه والاحترافيه وفي الفكريه مليح. علما اني عاتبت ضرارني وحتى قاضي احسان نهار كان برا، نهار كان اون ليبرتي، نهار المحاميه عويشه بختي تهمتني في الحصه تاعهم تاع راديو ام، قالت بلي يحيى مخيوبه عليا انا شخصيا، حاول يقتلني وبعث لي ناس في الحراك باش يقتلوني ولا باش يضربوني، نو باش يقتلوني باش بو ماغريسي، استغفر الله باش بو ماغريسي باه يضربوني. الوغ كون هادي والله ما نعرفها، عرفتها في الحراك وقالوا لي ابري بلي كانت مع لي زيراديكاتور وكسيتي خوت الشونتور بعزيز. انا جي دوموندي ان دروا دو ريبونس اون بوبليك القاضي احسان الله يطلق سراحه ولضرارني، وبعث له ميساج ليه شخصيا، ايزون لو الميساج اي مون جامي ريبوندو. زعفت باسكو سيتي مون دروا دو مي ديفوند، يعني فولا افوار ان دروا دو ريبونس، ساشون كو هي كي اتهمتني شخصيا تماك في البلاطو واحد ما حبسها ولا قالها حبسي مدام سي كوا فو بروف اي تو، اون لا ليسي بارلي تو بون اوكي. هذا من عيوب الصحافه الجزائريه، ولكن انا قلت بون ابري كو اوكي ربي حاسبها هي باسكو كدابه كذبت، والناس اللي تعرفني وتعرفها عارفين بلي كدابه وكذبت، وانا عمري ما دعيت انه يضربوا بنادم ولا يقتلوا بنادم، لي جون لو فوغي جامي. بار كونتر قلت انا بالك ظروفهم العمليه في الجزائر مع الاستئصاليين مع العلمانيين مع وزيدنا مطاكسي اسلامي اتسيتيرا ما خلاتهمش اوكي، زعفت مي ما خليتش نسب، ما سبيت لا قاضي احسان ولا دراري. داير هما دخلوا الحبس انا ما دخلتش، دونك راني في فرنسا دونك جو با لوغ دوني، ما نقدرش نعطيهم دروس في الكوراج السياسي في الشجاعه السياسيه، جو با لوغ دوني دي لوسون دو كوراج بوليتيك ولا دي لوسون دو ميليتانتيزم ولا دونجاجمون. ضرارني راح الاحتفاليه اللي دارها تبون حول اليوم العالمي لحريه الصحافه والاعلام كممثل لمنظمه ار اس اف ريبورتير سون فرونتيير. شخصيا عندي رايي الشخصي في هذه المنظمه ار اس اف اللي كان يراسها والفونداتور تاعها روبير مينار اللي خرج من اول الناس اللي راهم يدافعوا على اليمين المتطرف هنا في فرنسا وضد المسلمين وضد العرب وانسان متطرف انسان عنصري. وعندي رايي الشخصي في هذه المنظمه وفي كل منظمات التي تدعي انها غير حكوميه، لكن هو راه ممثل هذه المنظمه في شمال افريقيا، صحفي غطى الحراك دخل الحبس على جال تغطيته الحراك، تبون اتهموا بانه ماشي صحفي وقال عليه بليك انه خبرجي، من بعد تبون يعرضوا كصحفي وكممثل منظمة إعلامية دولية في قاعدة رسمية تنظمها رئاسة الجمهورية. أنا نظن أنه هذا يعني راه فوز أو انتصار لشخص ضرارني، لأنه أون لوا دينيي لو ستاتو دو جورناليست، إي بي أون فان دو كونت أون لوا روكوني سو ستاتو، ديجا سي أن أكي بور لوي إي بور لو جورناليزم الجزائري. ثانيا أنا رأيي أنه ضرارني راح لانه عنده قضايا شخصيه، لانه هو ممنوع من السفر، ممنوع من العمل، ممنوع من جواز السفر، ممنوع من تقاضي الاجره تاعو من الخارج للجيم ار اس اف، وعنده صحابه صحفيين في السجن راح يرافع عليهم. انا جو كومبرون واش دار، على نتفهم واش دار، علاه؟ لانه ما راناش لازم نتفهم، وخاصة الناس اللي في الخارج، باسكو الناس اللي في الجزائر فاهمين، الناس اللي في الخارج لازمها تفهم، أو الفرفارات الفقاعات الإعلامية اللي راهي في الخارج لازمها تفهم، أنه لازمنا تخرجوا من الفونتازم تاع لو 22 فيفري 2019، ما راناش في 22 فيفري 2019 وين خرجوا 10 ملايين 20 مليون جزائري في الشارع، وكانت الساحة السياسية تغلي. سي فيني. سي فيني للأسف لظروف. الناس هي 300 سجين واحد ما يهضر عليهم، قعدوا 10 ولا 20 من الناس يهضروا على السجناء السياسيين، الاحزاب كلها دخلت للصف، الناس دخلت الانتخابات، سي ريغلي. النظام انتصر، تحب ولا تكره انتصر،
انتصر باسكو لا ايتي بلوز انتيليجون، انتصر باسكو اون ايتي ستوبيد، اون ايتي كون، اون ريفوزي لورغانيزاسيون، اون ريفوزي دو ديباتر بوليتيكمون، دافوار دي بروجي بوليتيك راسيونيل، اون ريفوزي دافوار دي كومبرومي ولا دو بروبوزي دي كومبرومي، ومشينا في التفرفير السياسي. اي بور دوتر ريزون، بور دوتر ريزون، اون ايشوي، اون ريوسي دون دي، نجحنا في امور انو النظام بان على حقيقته امام المجتمع الجزائري والمجتمع الدولي، وانه حتى المعارضه الجزائريه للاسف بانت على حقيقتها، سواء هي الرسميه ولا في الجزائر او اللي راهي في الخارج. لكن جو سوي با لا بور فير لو بينو دو حراك، سي ان لون سوجي. جو بونس سي با دون ان لايف كون بو فير لو بينو دو حراك، اي فودرا يكري دي ليف دون سو سوجي، ا سو سوجي بلوتو. بار كونتر درارني خرج من الحبس، شاف الواقع السياسي اللي راه فيه الاعلامي، جاتو فرصة أولا باش يبرهن على أنه صحفي ماشي خبر أو ماشي حاجة أخرى، خلينا ما نحبش نستعمل هذا المصطلح تاع خبرجي. ثانيا عنده صحابه في الحبس راح يضرب عليهم، واش يدير؟ الناس خرجوا قال لك آه وخيانة وخان الأمانة وخان العهد. شفت واحد البارح قال لك كيفاش يروح يدافع على صحابه؟ إيه يدافع على صحابه؟ إيه ما راني ندافع على صحابي، راني ندافع على طاهر بوتاش، راني ندافع على منير كلاش، راني ندافع على مصطفى قيرا، راني ندافع على محفوظ بدروني، وراني ندافع على الناس اللي نعرفهم وكليت معاهم الملح وتواصلت معاهم وخدمت معاهم، راني ندافع عليهم. ايه ورا المشكل. ونحاول نحاول بكل طرق اللي نقدر عليها اني هاد الناس يخرجوا من السجن. ورا العيب. ولا انت عايش في فرنسا، عايش في العز، عايش خلينا نقولوا شغل إيلاني لي غارسون ولا لا جينيراسيون اللي ما تشوفش إيلاني لي غارسون، كورونتا اللي كيما في تيافا عايش كيما كورونتا، جيت تقول لخالد درارني وعلاش تدافع غير على صحابك؟ يدافع على صحابه وي إيفي، النقابيين يدافعوا على النقابيين والسياسيين يدافعوا على السياسيين، هذه هي سكون ابيل لو كوربوراتيزم ا توجور اكزيستي. المحامين نهار طاح صاحبهم محامي في تبسة ناضوا دافعوا عليه، سي نورمال. حنا كنا هنا في فرنسا في النقابه، نهار يمسونا النقابي النقابات كاع ينوضوا باسكو نقابي، هذه هي سنه الله في خلقه. هو صحفي راح يدافع على الصحفيين. وزيد حبيت نقول حاجه، انه دراني فهم انه هاد الوسيله اللي راح بها هي متاحه له باش يدافع على الصحفيين. زيد انا رايي انه اولا دراني فهم انه العدميه السياسيه اللي يروجوا لها الناس في الحراك مادات الوالو، ما كانت راح تدي الوالو، ما كانت راح تدي الوالو، وشاء دار لو بينو. وفهم انه الناس اللي حاكم الفرفاره في الخارج، ودي نقولها، هاد الناس لو كان يوصلوا للسلطه عباد كيما دار مين يحيوه؟ يقدروا يحيوه حتى من الحياه. اذا النظام هذا داروا 9 شهور حبس وتلقوا، الناس اللي زعما حاكمين الفرفاره في الخارج لو كان يحكموا عباد كيما دراني نحيوه من الوجود. هاو هاو كومي سابيل قاضي احسان دافع عليهم وكتب عليهم مقال وخلصها غاليه في الحبس، قال لك هو راه في الحبس قال لك عنده مصالح مباشره مع العصابات. كيفاش هذا راه في المعارضه ما عنده والو، كيفاش هذا الانسان او هاد الناس غدوه لو كان يحكموا يكون عندهم السلطه وتكون عندهم شرطه ودارك وجيش والشوكه كما يقال في 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 في, 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 في. في اللغة العربية تكون الشوكة في يدهم، كيفاش يديروا القاضي الإحسان؟ أو دخل درارني مثلا، كيفاش؟ دونك درارني إذا فهم بليك لو 22 فيفري 2019 سي فيني، كو دخلنا مرحلة أخرى، مرحلة جديدة، هو لازم يتأقلم معها سياسيا وإعلاميا باش يمارس المهنة تاعو ويحاول يرافع على صحابه، سي سون دروا. دو كيل دروا انت في فرنسا عايش كيما ايلاني لي غارسون تعطي دروس لخالد درارني وتقول له علاش تدافع غير على خالد درارني على صحابك؟ دو كيل دروا انت عايش في لندن ولا في سويسرا ولا في بلجيكا ولا في اسبانيا تهضر في خالد درارني اللي هو دار الحبس حتى ما دارش الحبس، اللي هو اليوم ممنوع انه توصلوا الشهريه تاعو، بالك قهوه ما عندوش باش يخلصها، انت راك عايش دي ميني دورور وتهضر على الكثره اللي عندهم لي ريفوني سيغ يوتيوب والناس اللي كلاو دراهم تاع الحراك والناس اللي داخلوا 2 مليون دورو في لي ريفوني تاع اليوتيوب والفيسبوك مع المازدا اونتر 2019 و 2022.
وهادو سيدي سورس كونطابل ماهيش نهضر من راسي. دو كيل دروا؟ دو كيل دروا المرشد يقول للصحفيين لو كان جيتو تحشمو الصحفيين او الاعلام الجزائري ديميسيوني وما تزيدوش تاكلوا من مال الصحافه؟ منين ياكلوا؟ منين ياكلوا؟ منين ياكلوا؟ كيما يخدموا الصحافه ويجبدوا روحهم الاعلام، منين ياكلوا؟ واش ياكلوا؟ كيفاش انت قسمت مع المصدر برسك 2 مليون دورو لي ريفينيو تاع يوتيوب وفيسبوك واليوم راك دخل اونتر 6000 اي 10000 يورو في الشهر من لي ريفينيو تاع لي ريزو سوسيو بالخرطي لاك ديالو على الناس وتقول الصحفيين حبسوا الصحافه والاعلام. يعني انت فاميلتك يسكنوا في 16 اروندسمون دو باري، انت فاميلتك يشريو فيلا في نيس في لاكوت دازيون مقابله البحر، وواحد اخر يموت بالشر في الجزائر. تكال دروا نتوما تروحوا فاكونس افيك فو زونفون شاك 3 4 موا في لي ميور اندروا ايسي اون اوروب، حتى اخر يموت في الجزائر. دونك ما قدرتوا تكونوا بديل سياسي وتبوسيو الناس يروح يسويسيديو قال ما تخدمش موت بالشر كيما في التسعينات. عليها نحيا وعليها نموت لي ليدر خرجوا ولادهم لاوروب راحوا لاوروب لا ماليزي لاندونيزي قطر ولاو دي مليونير دي ملياردير وولاد الشعب مساكن ماتوا وموانيهم ديسباري وطورتور وناضو يتامى ما كانش بابا ولا ما كانش يما. اي جون كوني دون مون انتوراج ناس داولهم والديهم ديسباري باسكو كانوا مع الفيس. اي با دراري خرجوا دي فوايو البنات خرجوا مساكن خرجوا باسكو ما كانش اللي ربي اللي ربي مات ديسباري وانتم ولادكم ولاو دي ملياردير اون اوروب اي قطر اي ماليزي اون اندونيزي اي اون لو سي دي مليونير ولادكم يزون في لي ميير زونيفرسيتي اوروبيان بصحتكم يا امريكانا. وواحد اخر يروح يموت في الصحه مازال كون 2023 تقول الصحفي في الجزائر لا لا لازم تديميسيوني و انت تنوض على الوحده دير لي لايف دخل 7000 يورو في الشهر تقول الصحفي يحبس وتخرط في لي لايف وتقول فلان عدبوه وقتلوه ما غادي يخرج حي. هاك مع واحد اخر غير كيما تقول تعذبوه عذاب شديد يعني عذبوه عذاب شديد خرج سيد حي. هذا وزير واسمو هذا الديكتور جينيرال تاع موبيليس ما داوه ما عذبوه ما والو تكذب. دونك يونا مار دو سيت ديماغوجي بوليتيك، يونا مار دو سو مونسونج بوليتيك، يونا مار دو سيت اليونس اوبجيكتيف مع النظام. لان انا جو كونفانكو كو هاد الناس سي كيما يعني هاد التيار السياسي سي لي زاليي اوبجيكتيف دي ريجيم باسكو النظام يحتاج عباد كيما هادو باش يعيش. لانه يقول للمجتمع الجزائري المجتمع الدولي شوفوا هام ليك الناس كذابين سيدي يقدر يقول لهم يخرج لهم الديسكور تاعهم تاع التكفير باش يقول بليك راهم ديزانتيغريس راهم ناس متعصبين باش هو يبقى. كيما هاد المره خرج شنقريحه تكلم لهم على الاصوليه وعلى لو روتور تاع الانتيغريزم بوليتيك رمى لامسون تلاحوا كاع كيل بوري باسكو ما يخموش اشاك فوا كلو يجي من لونس لامسون يعضو كيل بوري باسكو كاين لا فيزيت تاع تبون فرنسا حاب ينجح ويبين بليك المعارضه في الجزائر هادو ما هاد الاسلامويين اللي اسمه هو اسلمويين المتعصبين و و المتطرفين وبعد الوجوه تاع التسعينات يخرجها لك ها يجي لفرنسا يقول له فرنسا وي عندك الحق. دونك سي با لا بان نحكيو على الالتيرنونس ديموكراتيك ولا يا خويا انتوما ولا هادو ها خدموا وخرجتوا الناس وعلي بالحاج ونصرة اللي علي بالحاج سؤالي واخويا اقسم بالله غير سؤال اخوي والله ما راني استئصالي وعمري ما نكون استئصالي لاني انسان مسلم ومؤمن بهذا الاسلام ومؤمن باللي القتل والعنف السياسي حرام حتى العنف اللفظي في السياسه حرام هذا ايمان شخصي. سؤالي وقتاش تتعلموا ديروا السياسه؟ وقتاش قولوا لنا باش نديروا روحنا اون بوز باش كي نلحق هذاك الوقت نجيو نشوفوا كيفاش. وقتاش تتعلموا ديروا وقتاش vous allez arrêter de servir de faire valoir à ce régime وقتاش وقتاش vous allez arrêter de servir d'alliance من الحرب العالميه الثانيه
من الوقت جو فو سيتي دي ريفيرونس من الوقت اللي كان فيه المرشد العام تاع الاخوان المسلمين عنده مقر او مكتب في برلين ويست هذا برلين ويست في عاصمه المانيا مع الكوتي امريكان اي انجلي فرنسي حتى الحرب ضد الاتحاد السوفيتي في افغانستان في ايام الحرب البارده حتى الحرب في سوريا وفي ليبيا وزافي توجور اي فو كونتينيي جوسكا اوجوردي ا سيرفير دالي اوبجيكتيف للنظام العالمي وللنظام الغربي والانظمه العربيه واليوم راح نزيدو يستعملوكم في الصين في لاشين بور ديرونجي لاشين باسم ما يسمى المسلمين الويغور ايتترا ايتترا الوغ كون فيريتي ما راكوش تنصروا للاسلام للمسلمين راكوش تنصروا كيما درتوها دوبي لا دوزيام غير مونديال تنصروا المصالح الامريكيه الغربيه فقط والامريكان والغرب غير يخدموا بكم يرميوكم كيما صارت بارتو كيما صارت مع مرسي الله يرحمه في مصر دونك وقتاش تتعلموا ديروا السياسه وقتاش تعلموا تكون عندكم تبنيوا دوله وتكون عندكم مشروع وطني وتكون عندكم لا نوسيون دي طان ناسيون الامه الجزائريه كيفاش نبنيوا هذه البلاد كيفاش نبنيوها على اسس موضوعيه كيفاش نقراو المصالح الجزائريه الجيوسياسيه كيفاش من ماشي ليدر تاع حزب سياسي كان راح يحكم في التسعينات يقول لك الطرف كان تاع تونس وتندوف كان تاع المروك كونتيسك وزالي سي سي دو دير سي بيتيز وقتاش قولوا لنا برك وقتاش انا ندعو هذا التيار السياسي هذه نصيحه اخويه مني ان يحاول يجدد خطابه السياسي وانه يحاول يجدد الوجوه السياسيه كياتي كونسومي ديرون لي زاني 90 وكي سار نحبوا ولا نكرهوا اليوم دو فير فالوار للنظام لانها تخوف الكثير من الجزائريين كاين الكثير من الجزائريين يحبوهم بيان سور جو نو سوي با اون تران دو دير كو هاد الناس ما عندهمش قاعده شعبيه ولا ما عندهمش حاضنه شعبيه او كونترار مي نصيحه مني الوجوه اللي كانت عندها علاقه مباشره وغير مباشره في أزمة التسعينات ماذا بها تنسحب خدمة للوطن وخدمة لمشروع ما نقولوش تغيير سياسي خلينا نقولو مشروع التطور السياسي للأمة الجزائرية التطور لو بروغري بوليتيك دو لا ناسيون الجزائرية وبنيو فكر جديد وبنيو خطابات جديدة وخرجوا أوجه سياسية جديدة يا خويا مرحبا تعيش مع المرحلة وما تحاولش الله يرحم والديك تعيشني المأساة الشخصية اللي عشتها أنت في التسعينات تحبني أنا نعيشها معاك اليوم بليز أنا مانيش حاب نعيشها معاك جو سوي ديزولي راني متأسف على واش صرالك لو كان كانت في يدي ما تصرالكش جون غي إيمي لو كان ما تنحقرش وما ينحقر حتى جزائري وما يموت حتى جزائري والجزائر ما تدخلش في العنف السياسي ولا يختطف حتى جزائري ولا يعذب حتى جزائري ولكن اليوم ابري 2019 خرجوا الناس حبوا يكون تغيير سياسي في بلادهم تكون متسع من الحريات السياسيه يرحم والديكم لو درام اللي عشتوه في التسعينات ما تعطيوهوناش نخلصوه حنايا حدا ما كان توت اون ساشون كو واحد كيما نزار ولا واحد كيما رضا مالك ولا واحد كيما كما يسابي عليه هارون كتبوا لي ميموار تاعهم اكتبوا نتوما لي ميموار تاعكم انا ندعو من هذا المنبر الشيخ علي بالحاج يكتب المذكرات تاعه واعطينا لا فيرسيون ديالك باسكو هو عباسي مدني مات الله يرحمه ما كتبش حتى مقال للاسف خلاها مبهمه اوكي انت مازالك حي ربي يطول في عمرك اعطينا اكتب لنا لي ميموار ديالك ولكن باش تخرجني اليوم اون 2023 حنا دارونا كوديطا وحنا على بالنا داروا الكوديطا وعلى بالنا حقروكم وعلى بالنا فزتوا بالانتخابات وعلى بالنا اوسي وزافي في وزافي ديكلاري وزافي دي دي كونري اوسي سا اون لو سي اوني با دوب داكور لانه نقول لو كان نروحوا العداله وحقيقه وعداله فيريتي جوستيس لا نتوما لا النظام ما تقدروا عليها للاسف لا نتوما لا النظام ما يقدروا على الحقيقه والعداله خلي الحقيقه راهي عند ربي واللي يعرف الحقيقة في مستواه راه يعرفها والعدالة أن الإنسان مؤمن نامن بالعدالة الربانية لكن باش أشاك فوا أونيسي دو بروغريسي تفرينيني أنا بالتسعينات ودارونا وعذبونا يا خويا واش ندير لك يا
دونك انا باش ترجعني ل 91 92 انسى. واحد كيما ضرارني علاش راح عند تبون؟ باسكو فهم. إلا كومبري. إلا كومبري دونك يسو دي نو. دونك نتوما لو كان فوزافي ان بو دانتيليجونس تفهم. سي فو فولي دو بيان ا سو بيي. سي فو فولي دو بيان ا لا ناسيون الجيريان. مانيش نقول لكم اختفيو سياسيا نو سي با مون دروا ما عنديش الحق. ولكن جو دوموند جوست فراترنيلمون ريفيزي فوتر ديسكور. Révisez votre corpus intellectuel et historique. Révisez votre idéologie. Un histoire de l'âge, l'homme qui parle à mon deuxième à la France Fanon, où est-ce que France Fanon a le tadib, où on a le bouna, ça, France Fanon qui parle à le tadib, تاع السلطات الاستعماريه المناضلين المحبين تاع جبهه التحرير والمناضلين الجزائريين والصراحه انتم كذلك عذبتم في التسعينات ولكن لو كنتم ما حكمتوا يا اخي الكريم وجاو عباد يخموا دي كومونيست كيما فرانس فانو ما تخليهمش اكزيستيو لانه انا نجبد لك دي فيديو تاع لي بالحد وني كفر العلمانيين فرانس فانو كان كومونيست ربي يرحمه دونك ما نكذبوش على رواحتينا رانا خاوه مسلمين جزائريين يا خويا Soit on revoit le corpus intellectuel et on ose le critiquer, soit, ya khouya, nriyah, fil fikr al-wahhabi, takfiri, c'est Cheikh Qotb ou mais j'arf wesh. C'est respectable, c'est très respectable, et vous allez trouver beaucoup de supporters. Kem zaf nas ykoun yhebboukoum, walakin, ntlab mennek haja, ma tjish tkhort aliya, tkouli dawla madaniya ou la demokratiya. Khorti taak, khalih andak. Kimash tana wahed al-akh mundu yomain, عايش كولونطا في حياته يقول لك علي بالحاج شيخ التابات دين رب تخبط راسي في الحيط عايش إيلاني لي غارسون دون سافي بريفي يكتب في الفيسبوك باش يبين فرفاره ولا ديماغوجي شيخ علي بالحاج رمز التابات والجزائر نفتخر وتفتخر جو كومبرون ميو كو واحد مثلا كيما بن حجر شيخ بن حجر ولا مثلا كومون يسابيل تاع غريزان راح لي اسمه يا ربي عبد الله بن نعوم يكتب يقول لك بلي الشيخ علي بالحاج رمز التعبات ومنا 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 بيان سور سي 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 اديكوا شغل تخرج عليه باسكو سي ابوبري لا ميم فيلوزوفي كانوا في حزب واحد ايتترا بصح ماشي واحد عايش كولونطا في حياته يقول لك علي بالحاج هو عايش في لوروب ويتمسخر بولاد الناس والجزائر يطبعهم على راسهم نو انا مار متطبع تاع الراس ماتوا 200 من الجنيه ولادكم سي دي مليونير اون اوروب يو قطر يو ماليزي خلاص اون لا فيو شعب تروماتيزي 200 من مار دي ملي ديسبارو دي ملي تورتوري دي ملي دو مور دو كوتي دان اوتر دي ملي دورفلان باسكو ماتوا والديهم سوا في لي زاتونتا في البومبات في الدفيحه يونا مار دونك سوا Vous révisez votre corpus intellectuel et votre discours et vous créez de nouveaux visages et vous faites disparaître les visages qui sont sujets à polémique et à division. Soit vous allez rester comme ça ou alors vous allez toujours le strapontin utile et idéal les baka amnéda. Les baka moumarasat amnéda. Ni ennu fi hara tandem siyasi wahed na'arif docteur yiktib kitab حول القطبية السياسية أو تقاطب تجاذب القطبي أو التقاطب السياسي يقول لك هذا شيء غير مرغوب فيه وهو خطر على التغيير ويخدم الثورة المضادة ما يخرج لك واحد من يومين يقول لك العلمانيين الجزائريين اللي في الجزائر وفي فرنسا علاش ما يهضروش على الملك تشارلز الذي توج كملك لبريطانيا في داخل الكنيسة من جهة أنتم ضد القطبية السياسية من جهة تسب العلمانيين الور كو بريطانيا ماشي دولة علمانية. إي تو سي تري بيان. إي تو سي تري بيان كو لو روا شارل إي لو شاف ديتا تاع لا كرون بريطانيا. أوسي إي لو شاف دو ليكليز أنجليكان. دونك هو رئيس الكنيسة الأنجليكانية كيفاش يكون علماني؟ وزيد العلمانية كان نعاودها باك راح تكون إكسونز. أنت شخصيا راك عايش في دولة علمانية كي تو بيرمي دو فيف دو فير دو كوميرس دو بيان غاني تا في ودير كونفيرونس كي تحب ودير كونفيرونس ديبا كي تحب ودير مسيرة في الشارع كي تحب. سي كوا سي بيتيز روح للسعوديه ودير دير دير مسيره ولا دير كونفرنس ديبا ويوروا لك شنو هو الكونفرنس ديبا كيف داير دونك اريتي اريتي دو دير لا شوز سون كونتر يعني فوزيت اون تخان دو دوني سمحوا لي يعني للاسف قول هذا الكلمه ونحبس فوزيت اون تخان دو دوني غيزون ا دوبل ريبتور
لي انا لي كومباتي في لا بلاص لا ريبوبليك عاد بلا ما قلت انا مي جو لو دي باسكو نتوما اليوم زيت اون طران دو فير لو ديبا مع عبد الكريم زغيرش كي تري جونتي وليد فاميليا ويجي نهار ونحكي واش دار عبد الكريم زغيرش للحراك بالك نسمع على بالهاش الناس راهم يسبوا فيه ويعايروا فيه ساشون كو مانيش نزكي فيه وما رانيش داكور معاه في كلش راني داكور معاه في بعض النقاط نقاط اخرى انا ماشي داكور معاه ولكن نعرف لا فالور تاع الانسان ونعرف الانسان هذا واش خسر في الحراك راكو تسبوا فيه وتعايروا فيه وزافي في لو ديبا يعني عبد الكريم زغيرش ما قدرتوش تحاوروا معاه كيفاش تحاوروا نتوما مع دوبل ريبتور اللي كيتي اون فورس بلاص لا ريبوبليك وين كنت انا لعب ضعيف واخ اخوه واخوات منهم اخت سورايا كنا نحاربوا فيهم ونقاوموا فيهم السياسيين في بلاص لا ريبوبليك وين كان يقولوا عليكم دوبل ديسكور زيتون خد لو دوني دي ريزون من جهه تقولوا نحن ضد القطبيه السياسيه من جهه تجي الليدر تاعكم يسب العلمانيين واش دخل العلمانيين في الور كو المرشد تاعك يا نهار نهار مات نهار مات لا غين اليزابيث خرج شي يشيد بالملك تشارلز يعني خلعني حتى حسيتو انه راه يحكي على 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 سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دونك انا مار دو سيت فالفايرا بوليتيك بروبوزي دي شوز اوبجيكتيف revoyez votre corpus intellectuel revoyez votre discours revoyez les visages politiques que vous êtes en train de représenter et cessez de grâce cessez d'être les alliés objectifs de ce régime parce que raw ylab bikom kima hab w a chaque fois yarmi lkom lamson trouhou ta3dou ki lbouri ness l3asima ma yarfou lbouri lhadid qiyas lhourriya lkoun soudana siyasiyen rabi yselk bladna w prochaine fois nsi nhaoud nkellem ala wach raw sari f soudan وندير المقاربة مع الجزائر ربي يحفظ بلادنا تحيا الجزائر ربي يرحم الشهداء تاع 8 ماي 45 وكل المقاومة الجزائرية منذ 1830 الله يرحم الشهداء الله يطلق سلاح خاوتنا في الحبس ربي يهدي الحكام هذوما باش يطلقوا خاوتنا اللي راه في الحبس لأنهم راهم مظلومين الحرية اللي قاضي إحسان واللي محفوظ بدروني واللي منير كلاش واللي مصطفى قيرة واللي ياسر الويبح واللي طاهر واللي محمد حميدي حرية لكل السجناء والسجينات والكل مظلوم وان شاء الله ان شاء الله بلادنا ان شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله وبلا زعاف ولكن يا خويا السياسة ماشي لعب ماشي لعب در وماشي انتقام السياسة ماشي انتقام السياسة والعمل السياسي هو محاولة تطوير المجتمع الجزائري نحو الأحسن وليس العودة به نحو انتقامات التسعينات من أجل دخول البلاد لا قدر الله في حرب أهلية جديدة سلام الله عليكم تهلا في روحتكم تدمير نون